غرفة العمليات اللي مشكلة هذا القرار قدرت تكمل 823 مجمع كامل مجمع القادسية مجمع القحطانية 23 يعني احنا بعد العيد يبدا الاستاذ 1500 نملك مدراء البلديات المؤسسات اللي راح تكون قيروان سلومي والمعالج راح يكون الدوام 24 ساعة متواجد مدير البلدية مخصص مخصص موظفين هو وكيله حتى يسهل كتاب التمليك التسجيل العقاري. قال شو قال الشهادات يشتغل ويا صورة فيه يعني. بس ما عسان يعني. بس وصل حتى نعرف المهم كيف بعد حتى عملية تسهل علينا. صار زوج. فضلا ما فضلا لا. من الجامعة ما زوج. كان البلدية تدافر على وقفتها مع أهالي سنجار. هو هذا التعامل هذا الانسجام هذا العمل الجماعي من يكون عندنا روح العمل الجماعي وتكون عندنا إرادة ونية ننجح تنفيذا لقراري مجلس الوزراء 364 و23193 وبناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء المحترم اليوم باشرنا فعليا بعملية تمليك أهلنا اليزيديين في ناحية السنوني والقحطانية وسنجار تمليك دور في المجمعات السكنية والبالغة 7 مجمعات في سنوني ومجمعين في القيروان و3 مجمعات في القحطانية أعتقد هي ليست منا على أهلنا اليزيديين وبعض الأخوة المسلمين ولكن هذا حق مكتسب تأخر كثيرا لمدة 49 عام اليوم الحمد لله استطعنا من إنجاز هذه المهمة هذه المهمة تتطلب دقة عالية كونها تتعلق بحقوق الناس وكذلك التسجيل العقاري شكلنا فريق عمل يعمل لشفتين بالتناوب من متمثل بدوائر التسجيل العقاري تلعفر وسنجار والتسجيل العقاري أيمن الموصل وكذلك بلديات نينوى وبلدية تلعفر والقيروان وبلدية سنجار وبلدية سنوني والقحطانية والبعاج الكل عملت بالروح الفريق الواحد تمخضت عن إكمال كل السندات الخاصة بناحية القحطانية مجمع القحطانية تل العزير وأعلننا عن الأسماء المشمولة بالتمليك على سبيل النموذج إن شاء الله بعد العيد ستكون التمليك مباشر في هذه الوحدات الإدارية وسيستمر العمل لحين إنجاز المهمة بشكل كامل نشكر المساهمين والمتعاونين معنا في إنجاز هذه المهمة في مقدمتها الهابيتات ودكتور محمد وأيضا مستشاري رئيس الوزراء دكتور خلف سنجاري وكذلك دكتور زيدان خلف وأيضا قائم مقامية اللعفر التي وقفت كثيرا مع هذه المهمة الوطنية حتى تنجز ضمن الوقت المحدد وكذلك حتى يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة لأهالي قضاء سنجار كما موجه من قبل دولة رئيس الوزراء بإنشاء بإكمال برنامج الحكومي في محافظة نينوى أخذنا على عاتقنا بالتنسيق مع المستشارية لدولة رئيس الوزراء ومحافظ نينوى المحترم بتنفيذ هذين القرارين الذي يخص تمليك الأخوة اليزيديين في مجمعات سنجار وهذه المجمعات هي عبارة عن 11 مجمع 6 منها في ناحية الشمال سنوني و3 في القحطانية و2 في ناحية القيروان والحمد لله وصلنا إلى المراحل النهائية وشكل دولة رئيس الوزراء خلية أزمة برئاسة محافظ نينوى والإدارة تكون من قبل مديرية بلديات نينوى والحمد لله أكملنا 1500 صورة قيد لهذه المجمعات واليوم وخلال 3 أيام أنجزنا 823 صورة قيد مسجلة بأسماء الأهالي
في واخذنا النموذج الاول هو ناحيه القحطانيه او مجمع القحطانيه، وان شاء الله بعد عطله عيد المبارك سيكون هناك التسجيل المباشر لهذه الدور لشاغليها حسب وثائق الاشغال التي اعدت من قبل برنامج اليو ان هابيتات، وان شاء الله سيكون هناك عمل متفاني وعمل متجانس ان شاء الله بعد عطله العيد لانجاز ال 1500 الاخرى.